اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. قبل ما نخش في تفاصيل الحلقه خلونا فرصه عظيمه من خلال شاشه القناه الاولى وانا وفريق العمل بنهني اخواننا المسيحيين بالعيد طبعا، كل سنه وانتم طيبين، وبنعيد مع بعض على ارض واحده، ارض مصر والدنيا، ارض الوطن اللي بتجمعنا. وان شاء الله باذن الله تعالى بكره هنعمل مفاجاه لاخواننا المسيحيين، طبق مني انا شخصيا لاول مره وحقوق الطبع لدينا وبس باذن الله. ان شاء الله تعالى بكره باذن الله في الهواء، وكل سنه وانتم طيبين. النهارده مع بعض الحلقه بتاعتي فيها تفاصيل كتير قوي. معانا الكبده متهمه ان هي تتاكل اسكندراني او في ساندوتش. ما تيجوا ناكل الكبده النهارده بالدمعه متسبكه بطعم جديد وحلو وطبق حلو ينفع على الفطار. يعني ايه؟ مش هنعمل سندوتشات كبده على الفطار ونقول ان احنا بس عاملين سندوتشات، لا، هنعمل الكبده النهارده بالدمعه، الصلصه، الفلفل الحار، نفس المكونات بس بطريقه المغازي. هنشوف نقدمها ازاي لحضراتكم. عدلها شويه شعريه حلوين متحمرين واخدين شوربه اللحمه او شوربه الفراخ اللي موجوده عندك في الثلاجه، هنضيف لها التوابل العربيه. طبق الشعريه ده هيتحول بقدره قادر لطعم لطيف حلو واخد الطعم العربي الاصيل. معانا النهارده صينيه الفلفل الرومي، هنعملها محشيه النهارده باللحمه مع الرز من القليل ومع التوابل العربيه مع شويه بهارات كده لطاف، ونعمل ازاي صينيه فلفل احمر محشيه. انا شخصيا بحب الفلفل ده وهو مستوي اكتر ما هو ني. المفاجاه بقى النهارده معانا صينيه فول. الفول النهارده انا هبدع في صينيه كده، انا اكلتها في عزومه فعجبتني قوي، افتكرتها مثلا كبسه، افتكرتها مقلوبه، صينيه كده داخله فيها فول بس وتكلفه كده وطحينه وطماطم، بقيت اغمس منها كده واقطع زي الكنافه. هنعمل صينيه فول النهارده، انا اكلت منها فهعملها لحضراتكم وبنفس التفاصيل اللي انا شفتها لانها عجبتني، والحاجه اللي بتعجبني بحب اعملها لحضراتكم عشان بحبكم. النهارده معانا صينيه كنافه كمان بالتمر والعسل، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، لان التمر مفيد جدا والسنه النبويه ده بيبقى موجود على الفطار او في الحلويات بتاعتنا، والكنافه لما بتتعمل بالتمر مش عايزه كلام. هنخش في تفاصيل كتير في الحلقه بتاعتي، وبرده بهني اخواننا المسيحيين كل سنه وانتم طيبين، ونتابع الحلقه مع بعض ان شاء الله، ولينا مفاجاه كبيره حلوه مع بعض النهارده بكره باذن الله وبمناسبه عيد اخواننا المسيحيين. هنطلع فاصل صغير ونرجع لتفاصيل الحلقه اللي فيها زحمه النهارده، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا شوفوا مع بعض المحتوى بتاعنا. المحتوى بتاعنا شوية مشتريات كبدة على فلفل على لحمة على رز على جزر، الحاجات اللي متواجدة في أي بيت، ولكن الطريقة بتختلف في التقديم، وإن إحنا إزاي نعمل أكلة حلوة لها التفاصيل تناسب كل أفراد الأسرة الصغير والكبير. هبدأ بأول حاجة إن إحنا نعمل صينية محشي من الفلفل الرومي. الفلفل الرومي ده زمان كنت أتصور معاه سيلفي، دلوقتي موجود عند الفكهاني وموجود عند البقال، والحمد لله رب العالمين مزارعنا والحاجات الجميلة الثروة الزراعية فلفل رومي أحمر أخضر أصفر بنلاقيه موجود، حتى الخاص بأشكال مختلفة. فأنا هعمله النهاردة محشي مع الرز، مقاديره على الشاشة. فلفل بتشيل طبعا القلب بتاعه معانا بالشكل الحلو ده كده، ونحتفظ طبعا بالزهره بتاعته. لحمه مفرومه ضاني او كندوز بس اللي معايا ده ضاني، معانا تقريبا نص كيلو. الرز معانا كميه زياده شويه، هناخد منهم كوبايه واحده بس كفايه. دي التوابل بتاعتنا كلها، وهنشوف ازاي نعمل مع بعض صينيه الفلفل المحشيه باللحمه المفرومه. الطاسه على النار زي الفل تمام، بحط فيها شويه زيت. الزيت ده يكاد يكون زيت زيتون او زيت عادي خالص اهو، شويه كده علشان عايز اهيئ التوبنج او الحشوه بتاعه الفلفل. نهيئها ازاي يا شيف؟ مع بعض واحده واحده اهو، وهنحط هنا معلقه سمنه على الزيت ده كده حلو، ونجيب معلقه خشب كده وناخد بصلايه حلوه. النار بتاعت الشيف على طول سخنه، وعندنا شويه التوم الحلوين، دي الخلطة بحطها على النار شوية كده. معانا اللحمة المفرومة زي ما هي كده، بشيلها بحطها مع التومة والبصلة، مش هستنى على اللحمة لما تتحمر وتستوي جامد، أنا بس كده بهيئها للحشو بالشكل ده كده، وانزل بالتوابل بتاعتي. ايه التوابل يا عم الشيف؟ التوابل اللي معانا دي كده، معانا شوية ملح، شوية فلفل، شوية حبهان بالشكل ده كده، فلفل اسود،
سن الكركم حلوة، كل التوابل ديت والملح بتاعنا. اللهم صل على النبي. تمام، هنقلب دول كلهم مع بعض. وانا بقلب كده ايه، شم الريحة الحلوة دي كده. الرز عندي مغسول مرة واتنين وتلاتة وسايبه على جنب علشان محضره للحمة المفرومة. عايز المحشي ما ياخدش وقت كبير في السوى، وتضمن ان حبات الفلفل ما تتفتحش منك، او حبات الكوسه ما تتفتحش منك، او الكرنب ما يفكش منك وانت بتعمليه طبقات كده في قلب الحله، او ورق العنب. انقعي الرز بعد ما تغسليه مره واتنين وتلاته، سيبيه شويه فتره طويله بتهيئيه طبعا علشان ما ياخدش وقت كتير في السوى، وكمان ما ينفش يبقى كبير في قلب الايه الحشوه. اللحمه المفرومه اهيت، هيئتها كده حلو الكلام. بنزل بالرز المصري. ينفع رز بسمتي يا شيف؟ اختياري، بس هو الافضل رز مصر في المحشي عموما يعني. ونقلب كده. عندي شوربه فراخ حلوه قوي هنا اللي هعمل منها الشعريه. شوربه كانت عندي في الثلاجه، كان عندنا عزومه امبارح، واخد منها معلقه كده. شفت الجو ده كده؟ واقلب كده. اصبح الرز هنا اختلط بالايه، باللحمه المفرومه والتوابل، وجاهز ان انا احشيه جوه الفلفل. اضافه خضره بقى، او اضافه، او زي مثلا كزبره وبقدونس وشبت، انت عايزه تروحي بالمحشي ده فين؟ شرقي ومصري وحلو، حط خضره المحشي. محشي مثلا من كل الدول اللي هو بغير خضره البقدونس والشبت والكزبره ما تحطيش، حسب الرغبه. بالشكل ده كده زي الفل. طب انت هتعمل ايه يا شيف؟ بصراحه انا مش حابب الخضره، بس حابب دبس الرمان. وإذا وجد دبس الرمان في حشوة المحشي، مفيش مكان هنا للكزبرة والبقدونس والشبت للأمانة يعني. لو إحنا بقى جبنا زي إحنا في الصعيد المصري والريف المصري، للأمانة بشوف حاجة حلوة، ودي حاجة لطيفة لغاية دلوقتي موجودة. لما بنذبح في العيد الكبير بنجيب اللية بتاعة الضاني وتتقطع صغيرة وتتخزن، أو تتسيح وتتحط في برطمان، ويتجاب معلقه ليا كده مع طاجن باميه مع شويه محشي زي دول. بس ده واخدنا سكه تانية، بتبقى دسمه شويه وفيها طعم الضاني. حتى لو انت عامله كندوز وحطيت معلقه ليا من ليه الضاني اللي انت مخزناها، بتبقى رايحه على سكه الضاني. فانا هنا دبس الرمان وقف المسائل هنا زي الفل كده. الحشوه جاهزه معايا زي الفل تمام. حلو. قلت انا الحشوه دي اتعملت ازاي، لان الطبق ده مهم جدا، لان هيغنينا يعني. زي اللي مش بياكل كبده وياكل من المحشي ده كده اكل محشي. رز مع لحمه مفرومه تبلناهم مع بعض بالتوابل بتاعتنا اللي موجوده، كركم ملح وفلفل وكمون وشويه هيل ناعمين. حطيت دبس الرمان، خلاص خد سكه تانية خالص. لو حطيتي كزبره وبقدونس وشبت مفيش داعي تحطي دبس الرمان. طيب نبدا نحشي مع بعض. ادي الفلفل معانا وانا شغال بسله كده. تليفوناتنا معانا يا استاذه رحاب للي حابب يتصل ويسال. في، ولكن قبل ما ناخد تليفون، الرز هنا ما ملهاش للاخر، ادي مساحه لحبات الرز تفرد عضلاتها جوه حبايه الفلفل. اي نعم مغسول ومنقوع، ولا حطيته على بالشكل ده كده، وما تضغطهاش جامد. حلو، اغطيها كده واقفلها. معانا مين يا ست الكل؟ بالشكل ده كده زي الفل تمام اهو. واحط دول كده نفس القصه. عندي بقى شويه شوربه حلوين، هعمل تتبيله دلوقتي من الشوربه ديت، واسقي بيها واسقي بيها الفلفل. سؤال حلو جالنا دلوقتي من على السوشيال ميديا، بيقول لك هل ينفع ان انا اسوي الرز تسويه كامله؟ حلو قوي، انا عايز اتكلم عن الموضوع ده. هو انا لما انا هسوي الرز واساوي اللحمه المفرومه، وجوده في قلب الفلفل هنا دوره ايه؟ انا عايز الطعم بتاع الرز ياخد من طعم الفلفل، والفلفل ياخد من الرز، يبقى كده في انسجام بين التوبنج وبين الحاجه المحشيه. يعني اذا كان فلفل او حشين كوسه، انما ما ينفعش ان انا اساوي الحاجه الحشوه. مهم جدا ان انا احطها نص سوى على الاقل زي اللي انا شغال بيها دي كده. اللحمه بس خدت لون بالشكل ده كده. وعملنا محشي. احنا المصريين بالامانه دايما في رمضان نحب المحشي، وخاصه في الايام الاولى من الشهر الكريم. عملنا محشي الكرنب، عملنا محشي ورق عنب زي الفل تمام. اخلص الصينيه دي ونطلع فاصل، ايه رايكم؟ طب خلونا نطلع فاصل صغير وسيبوني انا اعيش مع المحشي بتاعي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. صينية المحشي حطيناها في الفرن طبيعي، تاخد وقتها في السوى عشان نكسب كل دقيقة وكل ثانية من وقتنا. هشتغل دلوقتي في شوية شعرية بالجزر مفلفلين حلوين. طبعا عشان وقت البرنامج بتاعنا من ذهب هتشوف المقادير على الشاشة. الشعرية متحمرة، وأسرار تحمير الشعرية حبة حبة وتكون كلها لون واحد إن أنت تحط معلقة ملح في وسط الشعرية وهي بتتحمر، هتديك اللون الحلو اللي أنت شايفاه ده، اللون الذهب الحلو ده. الذهب غالي، الشعرية كمان غالية، وخاصة لو حطينا لها شوربة الفراخ اللي عندنا في التلاجة. عندنا الشعرية بالشكل ده كده، بنحط هنا يا عم الشيف معلقة سمنة حلوة. ركز في الحتة الحلوة اللي جاية دي بقى. المقادير على الشاشة، مقادير شوية شعرية حلوين بفلفلين، بنحط معلقة توم صغيرة بالشكل ده كده مع معلقة السمنة. شفت أنا حطيتهم فين؟ والتومة بتتحمر مع الشعرية نعم عينيا، مع التومة بتتحمر مع الشعرية بحط شوية بهارات حلوين زي دول كده، فلفل، ملح، كركم، الله عليك يا عبد الشيف، سنة هيل صغيرة، والمقادير على الشاشة، معلقة سمنة حلوة في قلب الشعرية بالشكل ده كده، والتحميرة دي شغالة أهو، الشعرية اهيت على النار، حمرتها، بقلبها كده، أهو هو ده الشغل أهو، وأنزل بالجزر بتاعنا ده كده، الله، وعند الشوربة بتغلي على النار، أتأكد إن الشعرية اتقلبت مع الجزر. والجزر كده كده مفيد جدا وفيتامين سي، عشان كده لما بقول لما اجي اعمل المنيو بتاعي بحط على باب التلاجة العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم الصغير قبل الكبير، وخاصة الأطفال الصغيرين اللي هي في المراحل الأولى من نموها، بيبقى عندهم مرحلة من العمر طبعا لغاية 20 سنة الجسم ده بيبني العظام، بيبني العضلات، بيبني القوام، بيبني الذاكرة، بيبني كل حاجة حلوة، فلازم نهتم بيهم، مش موضوع ان احنا نعمل اكل وخلاص. وجود الجزر في بعض الاكلات مفيد جدا ومفيد بالشكل ده كده. خلونا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف اسرار عمل الشعريه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ايه التفاصيل يا مغازي اللي بتعمله في الفاصل؟ قطعت الكبده، جهزتها، كسبت بالوقت بتاعي، الشعريه بتاعتي شربت شوربه الفراخ، طعمها لطيف جميل جدا اهوت. السر هنا في الشعريه ديت، ما كلنا بنعمل شعريه، ان انا حمرت الشعريه وحطيت معلقه توم حلوه مع شويه بهارات حلوين كده، قلبوا كيان الشعريه دي وخلوها راحت على المطبخ العربي اللي هو الحبهان، شايفين ازاي؟ وشويه طبعا القرفه مع شوية القرنفل، شايفين طبعا الشعرية ده جامد جدا اهو اهو، معاها جزر دي على فكرة، والشوربة بتاعتنا جميلة زي الفل. أهدي النار عليها وانساها كده شوية. أخبار النار إيه؟ أنا حاطط طاسة على النار وعايز أعمل الكبدة اللي بالدمعة عشان حضراتكم تشوفوها إزاي، ونرحب الكبدة من سندوتشات الكبدة. تعالوا مع بعض مقاديرها على الشاشة. كبدة كندوز مقطعها ومجهزة، معانا توم، معانا فلفل حار، معانا معجون طماطم، معانا طاسة شديدة الحرارة على النار. حلو الكلام زي الفل كده، واحده واحده كده، ومعلقه معانا هنحط شويه زيت. الكبده على البلانش اهي ومن غير دم عشان انا مش بحب الدم اهو. ادي زيت الزيتون والمقادير على الشاشه، والصوره الحلوه يا مغازي تتحدث عن نفسها. استنى على الزيت ده يسخن ويبقى شديد الحراره شويه، معايا فلفل حار ومعايا تومه حلوه زي الفل. انزل باول حاجه التومه، ونصيحه مني ما تخليش التومه تاخد لون وانت بتعملي كبده اهو، اللون ده كده اهو. جيبوا لي التفاصيل دي، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه يا شفيق؟ اهو الفلفل الحار اهو، واشيل ده من هنا واروق الدنيا كده واحده واحده. طبعا الفلفل الحار فلفل الرومي اطلعه من الفرن بسرعه، ده فلفل محشي حطيناه من الاول خالص زي الفل اهو كده، اقدمه لحضراتكم. اللهم صل على النبي، مكانك هنا يا غالي. ده فلفل رومي محشي قدام سنه هينزل مع الكاونتر اهو اهو زي الفل اهو زي الفل. ده الفلفل الحار بتاعنا او الفلفل الرومي بتاعنا الجميل اللي احنا عملناه مع حضراتكم اهو تمام. طيب نشوف اخبار الطاسه اللي على النار ايه. فلفل حار، تومه، بهاراتك ايه يا عم الشيف؟ واحنا مع بعض واحده واحده كده. فلفل اسود سقطه كده، فلفله حلوه معانا، عايز احط شويه هيل حلوين
مع الطماطم المسبكة اللي هي الدمعة، هي الناعم. مطبخ هنا النهاردة شوية كركم. نعم، دي الصلصة بتاعت الكبدة. وشوية الكمون الحلوين اللي بتحبها الكبدة، خاصة لو كبدة كندوز. كل ده على الفلفل الحار مع التومة. وأقلب دول كلهم مع بعض. ركزوا معايا عشان الموضوع ده مهم جدا. وأحط الطماطم بتاعتي دي كده. وأقلب دول كلهم مع بعض زي الفل. الكبدة عندي جاهزة. أقلب كده. نار شديدة، التقليبة دي مهمة. أسيب الطماطم مع الفلفل والتومة يتسبكوا. معانا معجون طماطم. شيف مغازي بتجيلي حموضة لما باكل صلصة طماطم أو طماطم كتيرة في الأكل، سواء في الفول، سواء في اليخن بتاعتنا، بامية. هنحط معلقة سكر صغيرة كده. وجود السكر هنا بيشيل الحموضة، ده الطبيعي. زي الفل. التقليبة دي مهمة. وادي معلقة السكر في قلب الخلطة. سكر بودر مفيش مشكلة. تمام زي الفل. ايوه اتصرفي، ما لقيتش سكر خشن، هقف عادي اهو زي الفل. اهم حاجة ان انا اشيل الحموضة بتاعت الطماطم. اظبط الملح بتاع الاكلة بتاعتي. واسيبها على النار واغطيها لغاية لما اغرف الشعرية. اسيب كل ده على النار واغطيها طاغطة محكم. حلو، نخش على اللي بعده، نغرف الشعرية عشان نشوف ايه اللي معانا بعد كده. شوية الشعرية الحلوين دول يستاهلوا الطبق الحلو ده كده. اللهم صل على النبي. حلو، تستاهل الوردة دي يا شعرية مع الفلفل الحلو ده كده. أخبار الكبدة ايه؟ هو ده اهو اتسبكت. نشيل الغطا ده كده نخليه، وناخد الكبدة الحلوة دي كده. طبعا خلي بالك في فلفل حار، عرفي الولاد ان انت حاطه فلفل حار. عرفي حماتك عشان ما تقعش في الفخ وتيجي تقول لك الكبده حار، ما قلتيش ليه ان انت حاطه فلفل حار، او اعملي لها شويه على جنب، ايه المشكله؟ هو ده الحب. فاجئيها يا حماتي، عارفه انك مش بتحب الحار، والاولاد بيحبوا الكبده الحار فيها فلفل متقطع كتير، طالعين لابوهم، تيجي عاملها لك جو. عينيا عينيا، حطي دي هنا اهو، ابعد خالص عن المنطقه اللي انت مش عايزها. واقلب ده كده اهو، واسيبها تغلى على النار لغايه مخرجنا الجميل ما يقول لي وقتك خلص. دي عايزه لها على النار كده نار هاديه مش اقل من ساعه. للامانه انا بتكلم المصداقيه، ورزقي ورزقكم على الله. الاكله دي عشان تطلع بالتفاصيل اللي انا عايزها وبالطعم اللي انا عايزه، دي عايزه ساعه على النار نار هاديه. خلي بالك عشان تطلع بالطعم اللي انا عايزه. هتقولي الكبده عايزه ساعه يا شيف؟ نار هاديه جدا، تختلط مع التسبيكه دي مع الفلفل الحار، هتسيب الكبده وتاكل التسبيكه. بس احنا طبعا هنقدمها لحضراتكم، بس تبقوا عارفين التفاصيل دي كلها. هنغطيها مع بعض، وتعالوا مع بعض نعمل صينيه كنافه. ازاي نعمل صينيه كنافه بالتمر والعسل؟ مقاديرها على الشاشه. كنافه وتمر وعسل وشويه ميه زهر زي الفل، وصينيه حلوه معانا بالشكل ده كده. تعالوا نعملها مع بعض سريعا، مش هتاخد منت. هنحط الصينيه دي على نار كده واحنا شغالين. وناخد الكنافة والطبر بتاعنا. شوف المقادير على الشاشة يا شباب بعد اذنكم. عينيا اهو، وادي الكنافة معانا كمان لو عايز تشوفها اهو. الحياة كلها كنافة هنا اهو زي الفل. ملاحظين حاجة هنا؟ لما اشتغلت في الحلويات بغير الكلافز على طول عشان تبقى الحلويات بتاعتي مش كارفة لا توم ولا بصل. الصينية دي مش هتاخد مني دقيقة، خلي بالك. الوقت اللي هو بقينا من البرنامج هنشوف صينية أحلى صينية كنافة بالطبر والعسل. هناخد الكنافه دي كده نسقطها هنا كده، كنافه متحمره مسبقا بالشكل ده كده، واسويها. وانا بسويها كده بالراحه خالص، اللهم صل على النبي، بالشكل ده كده اهو. واسيبها على نار هاديه، والفها كده زي اخواننا السوريين لما بيعملوا بالكنافه بالجبنه على نار هاديه اهو. تاخد البصمه حلو يا عم الشيف، الله يبارك لك. الشكل ده حلو. تمام، نجيب التمر بتاعنا اللي احنا هرسناه مع سمنه بلدي، ونص كوب من الحليب، ادانا المزيج الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده انا عايز اداري صينيه، ارضيه الصينيه بالكنافه. حلو الكلام. اخد التمر ده كده اسقطه هنا. الله عليك،
لا، صينية كنافة بتتكلم مصري، لأن التمر ده بتاع سينا، بتاع الواحات. ألفها كده وأنا بلف كده كده. الطريقة دي بقى خليك زي المعلمين كده. معاك الإسبانيولا دي كده وتلف بقى كده. حلو. ناخد الكنافة نسقطها تاني على الوش زي الفل. تنزل الكنافة كده. بس المرة دي هنزلها بيدي معلش عشان أتحكم فيها كده. شفت الجو؟ وهي على نار هادية. تسلم ايدك يا شيف. وهسويها كده بايدي واقلبها في الطبق وازينها بالفستق والحلبي اهي، واحده واحده اهي، واشربها بالعسل. تسلم ايدك يا عم الشيف. اخدها زي ما هي كده وارفعها من النار كده. ايه الاخبار؟ زي الفل. السمنه البلدي مسيحاه وزي الفل. اجيب طبق التقديم بتاعي. اللهم صل على النبي زي ده كده، ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على النبي. اهي اخدتها هنا كده اهو، مع مخرجنا الحلو والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. اهدى عليها خالص لغايه لما اجهز السفره بتاعتي. عينيا. هنطلع فاصل ونرجع تاني؟ ايه الكرم اللي انا فيه ده؟ خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف احلى صينيه كنافه بالتمر والعسل. معانا شويه شعريه بيتكلموا مصري، معانا شويه كبده متسبكين بالدمعه، حطيت معلقه سكر عشان جوزك ياكل منها بقلب جامد ومش هيجيله حموضه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجع لحضراتكم بعد الفاصل. طالما عملنا صينية كنافة بالتمر والعسل، تعملي يا عروسة يا حلوة يا أمورة يا أمي يا خالتي يا عمتي، تزينها بالتمر عشان اللي يقعد على السفرة يعرف إن الكنافة دي بالتمر، مش هنخسر حاجة. تاخد شوية الشربات الحلوين دول كده، والاختيار ليك هنا. في أحد المصورين هنا حبايبنا أو تقريبا في الكنترول قال لي يا شيف غازي، ينفع أشرب الكنافة دي بالحليب المكثف؟ ينفع يا غالي. ما طبعا في رجاله بيهوا المطبخ، والراجل لما بيهوا المطبخ ويخش المطبخ للامانه بيعمل احلى اكل. بس طبعا مش احلى من الزوجه، خلي بالك. لان المطبخ مملكه الزوجه. انا شربتها دلوقتي شويه ايه عسل كده. الكنافه خلاص باي باي، جاهزه للاكل. تعالوا نعمل برضو سريعا مع بعض كده صينيه الفول الحلوه. معانا صينيه على النار فيها زيت زيتون. الصينيه دي فيها زيت زيتون وفتحتها نار، خلي بالك بقى. تومه. شفت الجو ده كده اهو؟ تومه اهي، والتومه بتتحمر بالشكل ده كده اهو. شايفه صينيه الكنافه دي حصريه؟ نشوف بعدين على الشاشه. ننزل بالكمون ده كده، ناخد الفول بتاعنا ينزل على التومه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. صينيه فول بتتكلم مصري لاول مره، وحقوق الطبع لدينا وبس. وهي بتتغلى على النار بننزل بالطحينه في الاطراف. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ارسم مستقبلك على صينيه الفول يا ابو غاز. اهو دوائر مغلقة بفاتحها مع المغازي. ننزل بالطماطم. بالله عليك، انت لو قاعد على الفطار هتبص للشعرية، هتبص للحمة المفرومة، هتبص للكبدة. هي صينية الفول دي. لسه ما خلصتش انا لسه. زي الفول. معانا شوية بقدونس حلوين. فالطحينه بقى، الطحينه هنا هي السر. الطحينه دي لما بتغلي دلوقتي مع زيت الزيتون مع الطماطم مع ميه الفول هتديكي مزيج حلو قوي. هتسيب الفول وتاكل الطحينه اللي طالعه نتيجه اختلاط ميه الفول بالطماطم بالبقدونس بالتومه بزيت الزيتون. شفت التفاصيل عندنا؟ زي ما هي كده. للامانه وللمصداقيه دي هتخش الفرن تاخد وش صغير. على ما نشوف اخبار الكبده بالتسبيكه. عصرة ليمون كده على الوش، ألف هنا وشفا. أنا بحب الفلفل الحار على وش الفول. ما عندكيش فلفل حار، هتحط معلقة إيه فلفلة حلوة كده، هدخلها الفرن. دي تنفع في السحور يا شيف؟ والله ممكن في السحور، ممكن في الفطار، زي ما أنت عايزها، زي ما هي كده. أخدها الفرن بقى كده أدخلها وأقول لها باي باي. اللهم صل على النبي. دي للأمانة ما كانتش هتتعمل النهاردة، هي في المنيو
لان انا قلت الوقت سرقني ومفيش وقت، فالاستاذه رحاب فاجئتني وقالت لي معاك وقت يا ابو غازي، فرحتني احلى ما تديني هديه. اه شفت الفول في الفؤال بالفور ده، بتتكلم مصري فيها كل التفاصيل، فيها الطحينه، فيها الطماطم، فيها زيت الزيتون، فيها التومه. هنقفل الفرن، تعالوا شوفوا التسبيكه بتاعت الكبده. حلو. الطبق الحلو ده كده مكانك هنا يا غالي زي الفل. اخبار الكبده ايه؟ على النار. يا ويلي يا ويلي، انا قلت وربنا كرمنا. لازم تغلي الكبده كده مع الصلصه الجميله الحلوه. بص عليها كده، مش عايزه حاجه فيها كل التوابل اهي. شفت؟ جيبي من تحت على فوق، كبده خلاص شربت الصلصه والتسبيكه مع الفلفل الحار اهي. هتاكل الطماطميه اللي جنب الكبده ومن جور السعيد يسعد، هتاخد الارض الفلفل الحار اللي جنب الكبده ومن جور السعيد يسعد، وتسيب الكبده للضيوف زي الفل يا عم الشيف اهي. على فين؟ على السرفيز والتقديم على طول زي ما هي كده، مش عايزه اي اضافه. كبده بالدمعه، كبده بالتخديعه، كبده بالصلصه، كبده مطبوخه، يخنه الكبده، كل دي مصطلحات ممكن تفاجئك، ولكن السكه واحده والاعداد واحد والتنفيذ واحد. عينيه اطلع الفول؟ لا اتفقناش. اللهم صل على النبي. مش عايزه ده لشكل الكبده، بس هو الجردش والبرزنتيشن ده مطلوب. نجهز كده سرفيز عشان نطلع الكبده. حلو زي ده كده، اللهم صل على النبي. هنا مكانه. هو ده المنيو بتاعنا النهارده. ايه وحلقتنا ايه؟ للامانه اللي خاطف الانظار صينيه الفول. سيبك انت بقى. لا دلعه ده يا شفيق، دلعه يستاهل الدلع. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها شطارة شيف وخبرة طهوية، لا غرور ولا يعني نقدر، لا بالعكس، أنا لما بحب شغلي بقدر أقدم كل ما استطعتي عشان يعجب حضراتكم. في الوقت القياسي بتاعنا ده أنت مش هتعملي ده للأمانة، أنت عشان في تحضير عندي وفي موزمبلاس ووارد إنك أنت تعمليه، ولكن عايز أخف فيها شوية في المطبخ. عملنا شوية شعرية بالجزر، عملنا صينية فلفل رومي حلوة باللحمة والرز ومستوية وزي الفل. نفتح واحدة عشان مخرجنا يشوفها، عايز إيه الحلاوة دي؟ شلت لك الإقماع، الحشوة عشان تشوف الحشوة من جوه. وعملنا صينية كنافة جامدة جدا بالتمر، بتتكلم مصري لأن تمر الواحات وسينا بتاعنا الجميل. كل ده كوم وصينية الفول اللي أنا مبصي عليها دي، المغرب يأذن بالعيش البلدي أبو ردة وبألف هنا وشفا مع عصير التمر الهندي. رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا أبو غازي؟ من ماس إيرو.